السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا في حالة وتكونوا بخير. ليه اتكلم بسرعة كذا؟ السلام عليكم ورحمة الله، لا ما ينفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا في حالة، واتمنى لكم كل الخير ان شاء الله. فهمتوا؟ زي ما شفتوا العنوان، ان شاء الله اليوم حنسوي رز برياني قدر كبير، حنوزع ويعني كنا عزيمة ايوه نوعا ما. اي ابويا جاهز؟ ان شاء الله. يلا الطباخ والد، الطباخ والد، يلا نمشي. اسمع هلا ابوي، نسوي الفراش وكذا. انا جاي ابشر الحين، بس نشيله حطب كمان، حط طيب ابشر. نشيل الفراش نروح هناك نفرش ننظف المكان عشان نقدر نطبخ فيه. ذا هنا هنا يمين صار كله شوك. ذا تشاينر قاعدين ندور مكان ثاني افضل من هذاك. وين بركة؟ هذه بركة يا مصيبة. يلا نمشي نروح. محمد رشيد يوصل، هذا هو. السلام عليكم. الحمد لله. تيجو؟ لا شكرا. ولع النار. بانجو بانجو با ماي سباينو كاسنا لا. السلام عليكم. أبويا. نعم يا ولد نعم. ولعت نار خلاص؟ ها؟ ولعت نار؟ ايوه ايوه الحمد لله. انا جتني ضربة شمس. خلاص وري له اخوه حق ابوك كمان، هذا قول له عمي هذا اللي جابه. هذا عم رشيد معروف الحمد لله. السلام عليكم. وهذا عم السلام عليكم. عم الطاف علي اب علي. وهذا جيراننا الحمد لله. وكذا برياني في هذا القدر ان شاء الله. بويا نعم. كم كيلو بيكون ان شاء الله؟ ها كم كيلو؟ ايش قدر ولا لا؟ لا رز انا. لا مو انت رز. نعم. رز 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 10 كيلو قدر ان شاء الله. هذا 10 كيلو، 10 كيلو ان شاء الله. يعني بيصير ان شاء الله زي كذا. ايوه زايد من نص كيلو ان شاء الله. حلو حلو ان شاء الله نوزع باذن الله ان شاء الله. تمام حلو. بعدين قاعدين نطبخ نفس البنيه طبخناها قبل شهر، ما شاء الله المقطع وصل 600 الف مشاهده و 75 الف لايك، شيء حلو الحمد لله. حط زيت يا ولدي، زيت زيت الحين. تمام ايوه حلو. نحط زيت. أيوة. كلكم تكلم عربي. يلا تمام يا عمي خلاص. والله خلاص تكلم عربي. اوكي خلاص نضرب هذي عربي. عربي تاجي عربي بولني جوبي هاي. ايش هذا ابويا؟ هذا ما كمون ما حيد. كمون وهيل. هذا برضو اخوه حقهم. قرنفل. عارف قرنفل؟ والله ما اعرف ابويا. هذا شرفني. كم كيلو؟ بصر. اي كم حطيت؟ ممكن كيلو ونص. كيلو ونص. ايوه. ابويا؟ نعم. كم يبغى له ان شاء الله؟ بصير كله جاهز ان شاء الله. ممكن ساعة الى ربع. ساعة الى ربع. ساعة ان شاء الله. ان شاء الله قبل المغرب ان شاء الله. ان شاء الله سوي مطعم في جنب البحر ان شاء الله. لا تخوف ان شاء الله يا ولدي. سوي مدبي، سوي حركة. جد ابويا؟ ها جد شوايك واخذ فيزا مني وكلم عمك سيد عمي. تروح عمك سوي هذا ما شاء الله. مين من الطباخ ما في كلام غالي. اول كان زمان على روما هاي مكه اروح عشان حج طبخ هنا 100% لحام ورز زمان. زمان زمان. شوف حلو المعلمية. ابويا نعم. عرفنا عن عم رشيد وعم الطف. ايوه امك محمود كمان يا عمي. ايه كلنا بس هم كيف تكلموا عربي؟ عشان لسه عربي ان شاء الله علم. هذا نونو صغير تعلم لنا. ترى عم رشيد قد صورت معه مقطع كمان، كان في السعوديه كم سنه يا عمي؟ تقريبا 30 سنه. 30 سنه وكان صاحب الوالد. وعم الطف كم كان سنه؟ ابو علي 23 سنه. 23 سنه ما شاء الله. كان في السعوديه ابو علي وكانوا اصحاب الوالد، كنا جيران كلهم كشميريين. يعني الواحد اللي سالني انت بلوشي كيف عند كشمير؟ عم رشيد اللي جابنا هنا. 4 كيلو. 4 كيلو حلو. شعر كذا. 4 4 4 5 5 10 الله الله ان شاء الله حيطلع برياني زي اللحم.
ابوي ايش تقول؟ كمون حيل وكل شيء حط بعدين بصل لازم نحرك. ايوه بعدين حط الدجاج نحرك كمان. شوف ابويا اللي اصحابك ممكن تسوي ما يزعل من ابوك. شوف اقول له لا لا في مره سوينا هم يعرفوا خلاص. اللي يبغى يسوي زي كذا حيجيكم هنا ولا هنا فيديو شوفوه وتعلموه. ايه وسووا بالعافيه عليكم. تفضل يا حبيبي. تعال 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 بسرعه. طباخ ما شاء الله 100 اي نفر يبغى طباخ كلم عبد المجيد. اي خدمه هذا تحت امرك يا سيد. ايوه الطماطم كيلو صح هذا كيلو شوف كيلو طماطم. اسمع يا سيد علم علمه. ايه يلا تعلموا يا عم. لازم مره ثانيه انا اروح من الدنيا انتم تصيروا استاذ. ما شاء الله طباخ سبحان الله. لازم انسان في هذا الدنيا كم يعني. علمني انا كيف طبخت. الحمد لله. تعلم يا عم تعلم من الوالد. ان شاء الله انت. عمو حقي اكل واحد خروف واحد لحاله. كامل. كامل خروف. يعرفون بعض زي ما احنا الحين دقيقه انا وعلي نعرف بعض صح لا؟ هذا ولد اي اخوك اخوك ما يشوف زمان زي زمان انتم كنتوا زي كذا. ايوه ايوه نفس الشيء. اثنين اخوان كمان طارد في خط يقوم معكم هذا؟ خلي على هنا الله. ولد عم رشيد. ولد عم رشيد اكثر واحد. معلومه انا اصغر منهم كلهم. اصغر واحد انا من جد. ما شاء الله ما شاء الله. جاتني ضربه شمس في صداع. ارتاح بس انا والله ما ادري شنو نقول لك. ادرا 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 فلفل احمر. فلفل احمر بس زياده يا. لا 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 ما في مشكله. لا لا مرتكو فلفل هذا شوف تكبر. ها تكبر مشكل. ها بهارات مشكل. والله سواليفهم تعجبني مرة. إيه ما أطفش منها مرة نهائيا. أبويا نعم. أبغى أقلب. ها إيش أبغى أقلب مرة واحدة. هذا كمان أيوه كثير مهم كمان. زيك ولدك خلي اسم لازم عبد المجيد. ولدي إيه علم 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 علم. فلفل اخضر. اللي ابغى اكل اللي حب ما حب خلاص مش اكل. تمام فهمي؟ اي كويس تمام. ايوه ايوه ما اكل نفر ما ابغى حب الفلفل كذا اكل قطع واكل اللي ما حب خلاص. بهارات برياني. بهارات برياني. مفتوح 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 مفتوح. تسوي ابويا؟ اي الحين نزل خلي هذا اللحم. شوف بعدين حط الرز. ايوه بعدين ابغى احط هذا. ناخذ الدجاج. ايوه هذا هو الرز. الحين رز صح؟ ايوه نص 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 كبوس. نزله الطبقة الأولى بعدين نحط عليه الدجاج بعدين الرز بعدين خلاص نحط الدجاج. شوف كيف نزله صح؟ ايوه ايوه خلي كذا وسط. شوف تمام بعدين نحطه فوق رز ثاني. شوف فوق رز رز الحب. نغطيه الحين صح؟ نزل بلوك انا احط فوق الفحم ممكن؟ ايوه ايوه هذا كويس. ايه هذا احسن. حط فوق الحطب على طول بدون بلك. احسن احسن.
عدل. الله الله. أيوة آخر شيء. بس بقي الزيتون. أودي سهلة. ما شاء الله ما شاء الله. الله الريحة. ما شاء الله تبارك الله. الله الله الله. ما شاء الله. حلو 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 ماشي بذكر يدر عقلك على خير. ربنا فوفي لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا محمد. في أحلى من جمعة مو قارب بس جيران. ربي ياخذ منك شيء يعطيك شيء. ابي الحين يلا قول بسم الله يا عمي. وين هو ابو بزه الحين؟ بزه اي والله ما شاء الله. بدي ما استكرمك بس هيك صارت دوبي جي دوسرا يوتيوب بھی جاتا ہے الو بس سرات ایک دبا اور زمین بھائی جی زاد بھائی ہوئے 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 الله 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 کھاؤ کھاؤ جرب 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 لازم جرب جرب يا عم جرب ابويا تفضل ابويا بڑی مہربانی شکر گزار سی بڑی مہربانی اللہ سلامت شکر کیف ہے عمی میں میں ما شاء الله ایوے تمہارے لیے بھی بچے کہ نہیں انسان کو کوئی بات نہیں وہ ان کے دوسرے کو ایک دنے دو آدمی تھے کیسا جی بات کوئی یہ نہیں ہو گیا میں چلے چلے اوے بچیاں دے بچے تھا اللہ الله 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 ما شاء الله ما شاء الله ما مالي هيك دفعه بيني ما بيجي والله ان شاء الله ربي يسر طيب ابويا نعم يا ولدي نعم كيف كان الحمد لله رب 100 ان شاء الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين يا رب سوينا رز لحم ان شاء الله ان شاء الله يا رب كويس كل شيء تمام ان شاء الله. انت اروح الحين من السفر ارجع ان شاء الله اشوف انا اسوي جبت معلم سوي بيتك ترى قاعد ابني ان شاء الله فوق وغرفتين ان شاء الله باذن الله كان وقف مطبخ كل شيء ان شاء الله والدي ان شاء الله مع الايام يعني باخذ وقت مو انه في يوم يومين شهر لا باخذ وقت مره كثير ان شاء الله ان شاء الله خلص ان شاء الله يلا ابويا طيب ولدي كل ماشي الله سلام. معك ان شاء الله نقول لهم مع السلامه مع السلامه يا شباب يا اخوان يا بنات كلهم يا عمنا شوف سوي لايك 20 كيلو ها لازم اسمع لاخوك 20 كيلو يا ولدي ها اسمع كلام الله يطول عمرك ان شاء الله معلش سامني يا ولدي ها مع السلامة ربنا خلي المرض بعيد ان شاء الله لكل المسلمين وكل مكان ان شاء الله يا رب كذا ولا انا اسوي سوي انت يا ولدي ما حتى كله يلا صلوا على النبي اللهم صل وسلم محمد صلي حبيبي قلبك طيب يا شيخ في امان الله احبكم في الله ابويا نعم قل لهم انستغرام هنا انستغرام هنا ايه سناب هنا سناب هنا تويتر هنا تويتر هنا في رابط تحت تحت رابط تحت ايوه مرحبا تيك توك تويتر اللي تبغاه طيب يلا في امان الله مع السلامه مع السلامه امين يا رب